طبعا ما هم الاحمر احنا قلنا الثلاثيه اللي اعلنها لو تمت عليها انتخابات لن نشارك باللائحه. يا شباب انا مش مرتبط صحفي عشان اجاوب بعد اذنك. احنا بنقول لكم يا شباب اولا ما اتفقتش مع اي كوز يا سيد، ما تعملش كلام خلاص. انت هنا والله انا كنت هو ما اتفقش مع اي كوز يا سيد. الكل ما كانش موجود معانا نفس المطالب بتاعتنا. خلينا من الموضوع ده نروح الحركه الطلابيه وبين المطالب. انا ما جيتش هنا لما ما جيتش هنا هل لما القوى السياسية رحبت بوجودي. ده أول موقف. ثاني موقف خلاص خلاص خلاص. ثاني موقف محدش يرفض عليا رؤيتي السياسية أشارك ولا أنسحب. خلاص ده يوم ما تجيش تاني حاجة. انت ما تنفعش تطلع اي قوه سياسيه. اعلنا وقلنا بعدين احنا كلها النهارده كانت رسالتنا اللي احنا بنقول الحركه الطلابيه حركه واحده. لو اختلفت في بعض الرؤى السياسيه ما ينفعش ان احنا نديها على طبق من ذهب لاي دوله تاني. طب يا جماعه احنا جينا اعلنا موقفنا. جزاك الله خيرا. شكرا يا شباب. يا جماعه احنا لجنه حقوق الانسان في نقابه المحاميين جايين ننضم لكم في طلباتكم. الاستاذ ممدوح الشويخي مدير اللجنه هيقول لكم كلمتين صغيرين في رسالتكم. تعالى يا استاذ ممدوح. عشان ناكل ايه؟ نزلت عشان بس.